بالظبط، ما نزلش معرض، لكن اليوم نقلنا لكم معرض حي حقيقي في بلاطو صباح الشروق، نزوروا من خلاله العديد الكثير من مناطق الجزائر الجميله، نتعرفوا على ثقافتنا وهويتنا وانتمائنا، على حضارتنا وثقافتنا الصحراويه الاصيله باللباس التقليدي الجزائري اللي نعتز به. ايضا الجزائر اللي ضمت العديد الكثير من الاسماء الفنيه ثقافيه سياسيه، نتعرفوا عليها ايضا من خلال اللوحات التشكيليه بابداع من الفنانين التشكيليين الجزائريين. أيضا لباس الصحراوي الجزائري الأصيل اللي يحاكي الزمن ويعطي لنا روايات عديدة حول ثقافتنا الجزائرية، البلد الساحلي، الجزائر العاصمة. أيضا يمكن أن نصنع من خلاله صور ولوحات فنية عديدة وكثيرة، والفضل في اكتشاف كل هذا المكنوز الثقافي الحضاري للجزائر يعود الفضل ليه للعديد من المؤرخين، من الشخصيات البارزة التاريخية اللي الكثير منا ربما يجهل تواجدها في هذا الزمن وفي هذا المعمورة، لكن كان عندهم فضل كبير للترويج للثقافة الجزائرية والتعريف بتاريخنا وحضارتنا وانتمائنا.